كرمال وصال خلص يوحنا وانزل الكازينو ناطرين الشباب. ايه وصلنا على البيت جابت لي انجيل يوحنا. ما كان ممكن يوحنا بدل الكازينو؟ لا لانه بالفرير متعودين بالمدرسه بالقربانه انه بيقول لك اثنين ابينا اثنين سليم بدك تطلع تقولهم بسرعه. بفكري انا قال لي انجيل يوحنا بدي روح قوله بسرعه تنزل الكازينو. قام جابت لي انجيل يوحنا قلت لها هذا هو معك شي رقم تليفونه بركي بيبدل لي اياهم ب 20 ابينا 20 سلام. اشو عمل فيني هيك؟ اشو انجيل؟ قلت لها انجيل بدك تقرا انجيل؟ ما فيك تقري بالنهار وانا شخص ما بحب القرايه، بكره شيء اسمه قرايه، حتى اذا قريت ما بفهم. ما بيعني الموضوع. وبلشنا هون فتحت انجيل يوحنا كان شي ساعة 11 ونص حضرت فات مرتي عن نومي حضرت بدوين بدي اقعد وكيف صرت 11 ونص مدامتي فات تنام بجيب كوكايين بظبط صحن كوكايين كوكايين ويسكي انجيل مار يوحنا ضليت شهر قطعت مخدرات عن برا انجيل يوحنا ضليتك شهر قطعت كل يوم جرامين ثلاثة كل يوم جرامين ثلاثة أربعة ثلاثة أربعة خمسة اثنين ثلاثة أربعة شميت فوق 200-300 جرام على انجيل يوحنا سكرت تليفوني وكل يوم بعد يوم كلمة من الكلمات هم بقريها كأنك ضرب هم توصي فيه وصلت لمحل عم بسمع شيء جديد عن ملكوت الله ما نزلت على الكازينو ولا جزم؟ لا وسمعت انه هو اجى للخاطئين وسمعت انه من قال لاخيه احمق استحق نار جهنم وسمعت فليكن كلامكم نعم نعم ولا لا وكل ما يزيد عن ذلك فهو من الشرير كل شيء عم بيحكي الانجيل هو عنه اف هل قضي انا؟ سمعت انه ملكوت الله ويفرح سلام يسوع حي كانه عم يدعيني انه ما تهتم ليش قلقان ليش خايف ابقى ما نام على طول فكري عم بيشتغل عندي خوف من بكره عندي هم عندي قلق مضطرب كيف بدي امن كيف بدي ظبط كل شيء عم بيقول لي اياه بقول يا ريت هي حقيقه بتمناها بعد تقريبا شي شهر قال خلص ما بقى فيني ضايق اذا كان مزبوط بدي اشوف انه مزبوط منو مزبوط شو بدي بقى الشغله خليني انزل على حياتي هونيك نهار انا وعم بقرا اكيد بالليل ابقى حياتي الليل انا بالنهار بنام بالليل بكون عم بسهر شي ساعة اثنين نص ليل بقوم من الكنبية اكيد متقاطع وكل يوم عم بتقاطع وإلي سنين بتقاطع منو شي جديد بقولوا لك يا رب اذا انت موجود ثبت لي انك موجود اذا انت جاي للخاطئين انا اكبر انسان خاطئ اذا جاي للمرضى انا اكثر انسان مريض اذا عم تقول انك انت مخلص لتخلص شعبك فليكن شوفني اذا هذا الانجيل حقيقه او لا وانت مثل ما فهمت قلت اذا بتطلبوني من قلبكم بتلاقيني انا عم بطلبك هلا يا اي لا ما تضحك علي بركع واول مره بركع بحياتي لانه الرجال ما بيركع بالنسبه لالي بس ما بركع ما بيركع حتى لو لربه ما بركع مين يركع ما بيركع ما بيركع كيف بدي اركع لمين بدي اركع هيدا كمان بركع خطي حتى لو لخير ما بيركع ما بيركع وليه بيبكي وممنوع البكي بهالليله ركعت وبكيت مثل ولد صغير كانه مي غاليه سخنه انضلقت علي صار راسي موجود على الارض الساعه 2 ونص راسي موجود على الارض ابكي مثل ولد صغير فسر لي الاحساس وفصل لي كيف كيف ركعت خيي نيشان صليت لي اليوم مثل ولد صغير حاط اسبه بتمه شيل ايدك من تمك بيرجع بيحطها شيل ايدك من تمك بيرجع بيحطها طيب شو عم تذوق بقول لك ما بقدر اوصف لك انت بدك تذوق شعور لا ينوصف دقت التوبه مش التوبه دقت شيء اسمه مغفرة الخطايا الطقل اللي حامله كل خطية اجرتها موت دقت كيف الرب ريحني الخطية طقل كل العالم خاطية الكل أخطأ كلياتنا خاطيين هلا يمكن أنا بيقولوا لي أنت مخدرات كثير بيقولوا لي أنت عملت كثير كبير بقول لك مضبوط أنا كان معي 21
بس كلتنا معنا تحت العشرة، في ناس 9.5 20 كتير ايه ده 100 بالسقطة. انا صحيح 21 بس ال 9.5 20 كمان سائط كمان. بمعنى اخر اليوم انا اذا ما بختبر ولادي جديدي بحياتي انا سائط، وهذا الشيء ما كنت بعرفه. انا انسان ما بعرف هذا الموضوع، ولاني قاري عن الموضوع اختبرته، بعد ما اختبرته صرت اقرا بالانجيل لقي هذا عم بيحكي عنه عم بيكلمني. ان لم تولدوا من جديد لن تدخلوا ملكوت السماوات. طيب شو بملكوت الله؟ هو ملكوت الله هو بقلبك. هذا كله من انجيل يوحنا. ايه انت انقلعت عن تعاطي المخدرات لحظه هذا الاختبار اللي اختبرته. ليله اللي بكيت قمت من هالركعه والبكي اختبرت راحه بحياتي مش مختبره، كاني اول مني خالق من جديد. تعبى هالفراغ يلي كنت عم تحكي عنه. في شيء مش طبيعي، في شيء مش طبيعي. بتمنى كل شخص يختبر هذا الاختبار. بوقت وقيت قلت لكن انا اخذ كوكايين مضروبه ايش عم يصير معي؟ شو هيدا؟ ايش في شيء مش طبيعي؟ شكيت حتى هون شكيت. اكيد في شيء مش طبيعي. اللي بيتعاطى مخدرات لازم يتعالج. ما في فرد مره يبطل يتعاطى مخدرات، حتى بمراكز التاهيل مرضى المخدرات بيعطون دوزز، بيعطون جرعات لوقت تدريجيا يبطلوا. انت ما تعالجت، ما ظهري وقفت. انا وقفت بدون علاج وبدون شيء، وهي كانت رح اخذ سؤال اول من الحضور معنا بالاستوديو لو سمحتوا. انحراف طوني فرنجيه